لمة العيلة محلى لمة العيلة الطاولة تشوفنا جينا تعرف أي شهر احنا أضواء. هاي السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس الحمد لله. في عبالي بالزاوية هي مختلفة، نحدد إنه تكون هكا أريحية شوية ليا، إن شاء الله تكون فني لكم لما تفرزوا الرسمة، لكن كيما هكا تشوفوا من الزاوية خير. اليوم راح نصور من البيسي، مش من التليفون باسكو بالتليفون راني نصور به، يعني دواء. راني خيالي في بنترست دورك، راني ندور مع بيشا خيال الرسمة راني غير. اوكي عجبتني دي الرسمة تاع ميدوية، دوك نديها لكم هنايا. فاني غادي نديرها نظن في نص ورقة نواغي بلون، معرفتش دي وقت يعني اول فيديو بعد انقطاع جد طويل على الفيديو الطويلة، ما مش وطني قليل وين نطلع بس يعني اختبارات وفصل حاسين. خليكم مع الرسمة تكون اسمها متعلقة. راح نبدأ بالعينين. راح اقولوا لي في التعليقات اذا بتكون زعما الرسم مسرع ولا رسم يعني باللي ديتاي كاع الاخطاء اللي نديرهم ونمسح وكل شيء يعني بالبطء شي صحيح. فيديو مش باين طول بزاف، مش باين فوتو 10 دقائق، سو غادي نرسم كون يفوت 10 دقائق غادي نديرها بسريع. اوكي قولي في التعليقات. هادو لي عمات عني ميلة اني نرسم يعني هاكا بس بخف بستيلو زعما منديش بلي ديتاي، ومن هاد زعما الحياة اللي تخليني تخولني ندير كيما هاكا هي اني كي نرسم بالميكرو بس وكي نرسم بالتليفون يعني لازم لا اراديا غادي ندير ديتاي و هاكا نحسن كيفاه. واخيرا كملت التخطيط وراح نرسم بالها نرسمها بكشن نعاود خلطها بستيلو وكحل، نستعمل ستيلو كحل يعني نكتب به هنا مفروقة نقرا به و تاني البلايص الكحلين غادي ناخر بستيلو تاع لوحة الكحل و ياب ليتس جو. Thank you.
الريان مخلينا صوته يوصلك وجينا يقولك في اي شهر احنا جيلهم وجيلنا شمعنا حب مالينا شدي يحكي في تاريخنا وخالتي تحط في البوريك دوشت المدينة صنت خبزة تمليها عيون الناس لمعة فيها زي لمعة هلال الليل.